بغداد تعرض خطط الاستغناء عن الغاز الإيراني بعد تعطيله نصف المحطات العراقية، وطهران توفد وزيرها للتفاوض. رداً على الخارجية الإيرانية، المتحدث باسم الصدر يحذر من التصعيد في المنطقة، وجهات كثيرة متورطة في الملف الأمني. بصمات العين واليد منعاً لتزوير الانتخابات، المفوضية تتعهد بتوفير البيومتري وتصحيح سجلات الناخبين. نشرة الأخبار من يو تي في، حياكم الله. يسعى العراق للتفاوض مع إيران لعدول الأخيرة عن قرار خفض تصدير الغاز المولد للكهرباء الذي اتخذته طهران مؤخرا عبر الحوار مع وزير طاقتها رضا أردكانيان خلال زيارته الرسمية لبغداد. أردكانيان الذي وصل صباح اليوم من المؤمل أن يلتقي كبار المسؤولين العراقيين ويختتم الزيارة بلقاء مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. وكانت شركة الغاز الوطنية الإيرانية قالت إنها خفضت الإمدادات إلى العراق بسبب الديون المتراكمة التي تجاوزت 6 مليارات دولار. من جانبها قالت وزارة الكهرباء إن هناك إصرارا على المضي في تأهيل حقول الغاز بما يسد حاجة التجهيز في البلاد والاستغناء عن الاستيراد من دول الجوار. المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى قال إنه من الممكن أن تشهد أزمة الكهرباء انفراجة قريبة من خلال التوصل إلى حلول مع الجانب الإيراني، فضلا عن عزم بغداد إكمال مشاريع الربط الكهربائي ومشاريع الطاقة الشمسية، مبينا أن العمل بالربط الخليجي سيعود ويحتاج إلى سقوف زمنية لإكماله. منذ أكثر من 17 عاماً والعراق يبرم عقوداً وينهي أخرى لتزويده بالكهرباء، آخرها مع إيران بعقد لمدة عامين بواقع 50 مليون متر مكعب من الغاز، لكن الأخيرة فاجأت العراق بتخفيض الغاز المصدر بأكثر من 90% خلال أسبوعين، تسبب بخسارته 40% من الطاقة، مدعية أنه جاء بسبب الديون المتراكمة. في هذا الوقت دخلت تركيا على خط الأزمة عبر تزويد العراق بالكهرباء ل11 شهرا. تفاصيل أكثر يوضح هذا التقرير. إيران توقف تصدير غازها أو تكاد، وهو الوقود الذي يشغل المحطات الغازية الأساسية في العراق، وتركيا تحاول التعويض عبر عقد مبرم مع بغداد من شأنه تأمين 20% فقط من النقص الإيراني مدة 11 شهرا. انخفض تجهيز الغاز للعراق أكثر من 90% خلال أسبوعين، ما أدى إلى خسارته فجأة ل40% من كهربائه. تقول إيران إن سببه عدم دفع الديون التي بذمة العراق والبالغة 2,600,000,000 دولار. بغداد تحاول المناورة على القرار من خلال مناقشته مع وزير الطاقة الإيراني الذي يزورها الثلاثاء لتخرج من حرج أوقعتها به طهران. القصة مرت بمراحل مثيرة. في الأول من الشهر الحالي قررت الحكومة العراقية مقايضة الغاز الإيراني ب700,000 طن من الشعير. هذه الخطوة سدت نحو 100 مليون دولار من ديون بغداد عبر بيع التبن العلفي إلى طهران، والعقوبات الأمريكية تقيد أشكال الدفع. العراق الذي يحتل المرتبة 10 عالميا بامتلاكه الغاز الطبيعي بحسب نواب في لجنة الطاقة النيابية، يضطر لحرق 18 مليار متر مكعب من الغاز المصاحب سنوية. ولو عيدت الحياة إلى الاستثمار بهذا الحقل، فسوف يحقق الاكتفاء الذاتي من بموضوع إنتاج الغاز، وسواء على مستوى توليد الطاقة الكهربائية في الداخل وأيضا استهلاك المحلي للغاز. بعد تخفيض إيران لإمدادات الغاز، تقول الوزارة إن البلاد ستفقد 7,000 ميجاوات من أصل 17,000، وهو الإنتاج الكلي، ما يعني أن ساعات التجهيز في بغداد ومدن الفرات الأوسط ستكون 5 ساعات انقطاع مقابل ساعة تشغيل واحدة.
للحديث عن أزمة الكهرباء في البلاد عقب التخفيض الإيراني انضم إلينا من البصرة عميد كلية الإدارة الصناعية للنفط والغاز الدكتور سامي الساعدي. مرحبا بك دكتور. يعني ما الفترة التي يحتاجها العراق لتأهيل حقول الغاز المولدة للكهرباء إن كان طبعا هو الحل بعدم اعتماد العراق على استيراد الغاز يعني بحسب وزارة الكهرباء من دول الجوار، وما مدى قدرة العراق على سد حاجته من الغاز يعني بعد تأهيل هذه الحقول؟ نعم دكتور. مرحبا بكم مشاهديكم الكرام. طبعا العراق يعد ثاني أكبر بلد يضيع الثروة الغازية على مستوى العالم بعد روسيا، الذي يحرق سنويا بحدود 17.7 مليار متر مكعب من الغاز المصاحب لإنتاج النفط. هذه عمليات الإحراق متزايدة، إذا انتقلت من 2008 من 50% من الغاز المصاحب يحرق إلى تقريبا 57% ب 2019. مشاريع الغاز بالعراق مشاريع طموحة تهدف إلى استخدام أو استغلال 80-90% من الغاز المصاحب اللي يمثل تقريبا 76% من مجمل احتياط الغاز بالعراق. هذه المشاريع أصور الأطر الزمنية لإنجازها من 2-5 سنوات وفقا لوزير النفط، وأيضا هذا راح يكون محدد إضافة إلها وفقا لتوفر التخصيصات المالية اللي تخصصها الدولة لإكمال مشاريع الغاز في البصرة بالخصوص وفي كركوك. العراق يحتاج أيضا أنه يعيد العمل بمذكرة التفاهم مع إيران بالفترة الحالية مع إكمال هذه التعاقدات لتوفير الطاقة الكهربائية اللي تمثل تقريبا 3500 ميجاوات يستوردها من إيران سنويا، فضلا عن التزويد المباشر من الطاقة الكهربائية من إيران. نعم دكتور سامي، إذن أفهم من كلام حضرتك أنه لا يمكن الآن العراق الاستغناء عن استيراد الغاز من دول الجوار، إذن يعني ما السيناريو المتوقع من زيارة بالفعل وزير الطاقة الإيراني اليوم للعراق؟ هل ستقبل إيران بالعدول عن قرارها الأخير خفض تصدير الغاز للعراق؟ وأن قبلت فما هو المقابل؟ مثل ما نعرف إيران تمر بعقوبات أمريكية، عقوبات دولية تمنعها حتى من استلام بعض الإيرادات اللي تحصلها نتيجة بيع الغاز، وهذا الإيرادات تستلمها في إعفاء دولي من أمريكا يسمح للعراق باستيراد الغاز من عندها وبعض السلع الإضافية الأخرى بويفر دولي أو أمريكي تقدم العراق نتيجة الظروف الاقتصادية اللي يمر بها العراق. أتصور إيران تحتاج إلى أنه تستلم دفعة مالية لتحريك اقتصادها الجامد حاليا نتيجة العقوبات، نتيجة انخفاض سعر الصرف بشكل كبير، ضغوط التضخم اللي تمر بها إيران. حاليا تحتاج إلى استلام دفعة مالية كبيرة من الدين البالغ على العراق تقريبا 2.8 مليار دولار. هذه الدفعة ممكن تخليها تعيد النظر بتجهيز الغاز للعراق. لكن دكتور يعني لو سمحت دكتور سامي، يعني وزارة الكهرباء قالت أن الديون التراكمية على العراق بلغت 2.6 مليار دولار، لكن شركة الغاز الإيرانية قالت أن الديون التراكمية تجاوزت 6 مليارات دولار. عفوا، ما هو الرقم الحقيقي إذن؟ من هي الجهة الأصح صح يعني بالرقم أو العدد المذكور للديون التراكمية؟ نعم، أتصور أنه الرقمين صحيحين. إيران عندها 4 مليار دولار مودعة بالبنوك العراقية، لكن ما تستطيع تسلمها مثل ما ذكرت نتيجة العقوبات المفروضة من الولايات المتحدة الأمريكية على إيران. فأربعة مليار دولار مودعة في البنك المركزي العراقي لحساب الغاز المستورد من إيران، لكن مع الأسف أنه إيران ما تقدر تستلمها وتطلق لنا الغاز مقابل هذه الأموال. إضافة لهذا ديون على العراق تقريبا 2.6 مليار دولار نتيجة استيراد الغاز من إيران للعام الماضي لم تسدد لحد الآن، فمجموع الديون يصل 6.6 مليار دولار تقريبا. هذه الحقيقة اللي تمر بها قصة
الديون العراقية لإيران نتيجة استيراد الغاز. نعم، وضحت الصورة الدكتور سامي السعيدي عميد كلية الإدارة الصناعية للنفط والغاز، كنت معنا، شكرا للمشاركة. ردا على الخارجية الإيرانية، دعا مكتب زعيم التيار الصدري في النجف إلى إبعاد بغداد عما وصفه بالرعب نتيجة إطلاق الصواريخ على البعثات الدبلوماسية. وخلال مؤتمر صحفي في النجف، قال المسؤول الإعلامي للمكتب حيدر الجابري أن التصعيدات في المنطقة تضر بالعراقيين، كما يجب منع الانفلات الأمنية الذي يسعى إليه العديد من الجهات. هذا وكانت طهران قد ردت على تغريدة الصدر الموسومة بالنداء الأخير بأنها تقف ضد استهداف البعثات الدبلوماسية في بغداد وأنها لا تحل خلافاتها مع واشنطن في منطقة أخرى. قال السفير الإيراني لدى بغداد إرج مسجدي أن بلاده لا تعرف من يقوم بقصف السفارة الأمريكية، موضحا أنها لا تدعم أي جهة للقيام باستهداف البعثات الدبلوماسية. مسجدي وفي لقاء متلفز أضاف أن قاني لم يقم بالتوسط بشأن عمليات قصف سفارة واشنطن في بغداد، مبينا أن إيران لن تتدخل بالشأن العراقي ولن تقوم بفرض سياستها، كما أنها لا تريد للعراق أن يكون ساحة للصراع مع أمريكا على حد تعبيره. قالت مفوضية الانتخابات أنها ستستأنف إصدار البطاقة البيومترية وإكمال تسجيل الناخبين وفق بصمات العين واليد خلال سقف زمني لا يتجاوز 30 يوما. إعلام المفوضية أوضح في بيان أن عملية التحديث ستستغرق 30 يوما ابتداء من 2 من كانون 2 حتى 2 من شباط مطلع العام المقبل 2021، وستتضمن عمليات التحديث إضافة وتغييرا وتصحيحا في سجلات النازحين والقوات الأمنية والتسجيل البيومتري للناخبين غير المسجلين بجميع أنحاء البلاد. وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إن مهمة الحكومة هو إجراء انتخابات مبكرة ونزيهة، فيما أكد أنه لا يمكن السماح للسلاح المنفلت بتهديد حرية المواطن وأمنه وثقته بالعملية الانتخابية. وقال الكاظمي خلال ترأسه اجتماعا موسعا ضم وزراء وعددا من رؤساء هيئات مستقلة وأجهزة أمنية إن الحكومة على مفترق طرق بعد أن حققت 3 أهداف أساسية في هذه الفترة الانتقالية، مطالبا القوى السياسية والبرلمان بحسم مسألة المحكمة الاتحادية. بعد التوتر الأمني الأقصى الذي شهدته العاصمة بغداد إثر حادثة شارع فلسطين وبالتزامن مع اقتراب الذكرى الأولى لاغتيال الجنرال سليماني، هنالك قلق يلوح في طهران من انفلات الأزمة الإقليمية وتحولها إلى مواجهة مفتوحة بفعل تحركات بعض الفصائل. وهنا يؤكد الإيرانيون أنهم يقفون بالضد من استهداف البعثات الدبلوماسية في العراق ولا يريدون زيادة التوتر في المنطقة، لكنهم سيدافعون عن أمنهم ومصالحهم بقوة في حال استهدافه بلاده. طهران تشعر بقلق من ليلة شارع فلسطين البغدادي. وفد أمني رفيع يرأسه مستشار بارز للكاظمي استجابة لدعوة إيرانية ذهب لمناقشة ملف التوتر دون إعلان رسمي، لكن المضيف الإيراني رفع السرية عنها. هذه الزيارة تأتي على خلفية اعتقال خلية من 6 عناصر تعتبر الأبرز بين خلايا الكاتيوشا، بينها قيادي في العصائب. تقول المصادر المقربة من صانعي القرار في بغداد إنها تحمل رسائل تحذيرية من صدام مؤجل قد يقع بفعل تمرد بعض الفصائل، سيورط البلدين في مواجهة لا يعرف حجمها في آخر أيام ترامب. تتزامن هذه الحوارات مع انشغال الأوساط السياسية بمذكرة اعتقال يقال إنها صدرت ضد المتحدث باسم كتائب حزب الله أبو علي العسكري الذي هدد أعلى هرم السلطة في العراق، ما أرسل إشارة إلى أن جناح التهدئة الإيراني الذي تقوده وزارة الاستخبارات أو الاطلاعات قد أعطى الضوء الأخضر لردع المتمردين من الفصائل التي تحتمي بجناح الحرس الثوري المتشدد.
أما الخارجية الإيرانية فتقول إن أبو جهاد الهاشمي وهو مستشار لعبد المهدي بقي في حكومة الكاظمي زار طهران بدعوة منها لإجراء مباحثات حول آخر التطورات الإقليمية، مضيفة في رد على ما أسماه السيد مقتدى الصدر بالنداء الأخير إلى الجارة العزيزة أي إن بلادها لا تسعى إلى خلق توتر في المنطقة لكنها ستدافع عن أمنها ومصالحها بقوة. الصراع أو الصداع الذي ينتظر بايدن يقف أمامه الرئيس المنتهية ولايته ترامب مستعدا لكسر جميع الأعراف بضربة انتقامية في حال تمادت الفصائل المسلحة بمناوشاتها على المصالح الأمريكية بالتزامن مع اقتراب الذكرى الأولى لاغتيال الجنرال سليماني. بعد صدمة الدولار التي اجتاحت الأسواق العراقية وما يترتب عليها من مخاوف من ضرب القدرة الشرائية، يو تي في رصدت مؤشر الأسعار في أغلب الأسواق ووجدت أنها تتفاوت من مدينة إلى أخرى، إلا أن معدل الارتفاع تراوح بين 15% إلى 30% في وقت يرى خبراء أن هذا الارتفاع سيصل إلى أكثر من 40%. بعد الأزمة المالية التي ضربت البلاد بسبب وباء كورونا، أزمة جديدة تتمثل بارتفاع الدولار وما رافقه من استغلال بعض التجار وتلاعبهم بأسعار المنتج المحلي بدافع الجشع وتحويل بيعه من الدينار إلى الدولار ليزيد سعره إلى ما لا يطيقه المواطن بنسبة 20% إلى 30% للسلع الأساسية. بالنسبة لمادة الشكر والزيت الناشط بها الحكومة كانت تبيع لنا اياها بالدينار العراقي، ليش حولتها للدولار؟ مع العلم عامل العراقية وموجودة بمدينة الحلة، فأكثر شيء أذتنا هي الشكر والزيت. في ظل هذه الفوضى قام قائد شرطة الأنبار بجولة تفتيشية للحد من التلاعب بالأسعار في محاولة منه لفرض سلطة القانون وتثبيت وجود الأمن الاقتصادي الذي كان غائبا منذ بداية الأزمة. وجهنا كل مدراء الأقسام بمتابعة الأسواق وحركة الأسواق والأسعار واتخاذ أقصى العقوبات والإجراءات بحق من يحاول يبتز أو يقوم بالجشع بحق المواطن الفقير. أما المواطنون فطالبوا الحكومة بتسديد ما بذمتهم من الحصة الغذائية التي لم تستلم منذ 4 أشهر، مؤكدين إنها ستسهم بخفض الأسعار في السوق المحلية. تخربطت مالتي الموازين كلها من وراء هالصعود هالغذائية، فأنا أطلب الدولة خلي يعطوني مالتي حصتي وبعد شو أسوي؟ يرتفع ينزل، أنا همشي الحصة التموينية، أنا عايش على الحصة وما أبي شيء. إيش تطلبهم؟ أطلبهم 4 أشهر أستاذ غذائية، أستاذ زيت وطحين وتمن وشكر. ايش قد في فوضى ارتفاع الاسعار بسبب خفض العمله، ضربت الازمه البضاعه المحليه والمستورده على حد سواء، فجشعوا بعض التجار في استغلالها واحتكارها البضائع، رفع من اسعار المنتج المحلي مما اثر على القدره الشرائيه للمواطن. من داخل سوق الرمادي الكبير انمار العاني، يو تي في. وأصدرت السلطات المحلية لمدينة المثنى عدة قرارات تفضي إلى ضبط الأسعار ومراقبة السلع في المحافظة. تسهيل حركة دخول جميع البضائع إلى المحافظة. 4 توجيه مديرية مكافحة الجريمة المنظمة ومديرية الأمن الوطني بمتابعة محال بيع الجملة والمواد الغذائية لمحاسبة المتلاعبين بالأسعار إلى جميع المستثمرين الذي يستغل المواطنين سوف تسحب الإجازة الاستثمارية وفق قوانين الاستثمار. أوضح مدير الجريمة المنظمة في صلاح الدين أن حالة السوق في المدينة مسيطر عليها، مؤكدا على ملاحقة المتلاعبين بالأسعار حيث ستتخذ بحقهم إجراءات قانونية. والله هي حقيقة الوضع في قضاء سامراء الموضوع الوضع جيد جدا ومسيطر عليه إن شاء الله. أكو ارتفاع طفيف يعني مو ارتفاع جدا، لأنه حقيقة قضاء سامراء معتمد على المنتج المحلي اللي هو المواد الزراعية اللي بداخل قضاء سامراء، كذلك هناك حقول دواجن وبيض في داخل مدينة سامراء. والله إن شاء الله إحنا جولاتنا مستمرة، سوف يتم حالة كافة المخالفين إلى القضاء.
قال تجار محافظة ديالى أنهم وقعوا تعهدات خطية للجان الأمن الاقتصادي تلزمهم بعدم رفع الأسعار بشكل غير قانوني، مؤكدين أن المواد المستوردة ارتفعت من 10 إلى 15%. المواد المستوردة تقريبا ارتفعت من 10 إلى 15%، والمواد المحلية تقريبا من 5 إلى 8% أقل 10%. بدل ما كان البيع مالتنا نقدر نقول 70-80%، هسه تقدر تقول عليه من 20 إلى 30%. احنا مسوينا تعهدات، احنا شنو ذنبنا؟ يعني هو الدولار الورقة صعدت 20,000، 20,000 تجي على أبسط شيء 10,000 صعدت 1,500. يواصل المسيحيون الاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية من نينوى إلى البصرة بمشاركات واسعة من رجال دين المسلمين ومن طوائف وديانات أخرى، فيما سألت يو تي في الرجال والنساء في عدد من مدن البلاد عن أسعد ما حصل لهم في عام 2020 الموصوفة بأنها من أصعب السنوات التي مرت على العراقيين. في أربيل وسط عينكاوا في باحة كنيسة مار يوسف، وقبل أيام معدودة من توديع سنتنا هذه، ترتفع الأيادي لتبتهل وتطلب من السماء أن يكون العام الجديد مكرسا للعافية والسلام. 270 كنيسة وديرا ومزارا مسيحيا في إقليم كردستان، 35 منها في أربيل عاصمة الإقليم، أغلبها في عينكاوا، بعضها يعود لمئات السنين مثل كنيسة مار غورغيس. كل كنيسة لها طقوسها الخاصة، كل كنيسة لها عقيدة خاصة. كنيسة المشرق الآشورية أو كنيسة الكلدان، كل كنيسة لها خصوصية خاصة، بس بالنهاية كلنا نرجع للكتاب المقدس. تتنوع الكنائس في أربيل طبقا لتنوع عقائد المسيحيين وأطيافهم، كنيسة الكلدان الكاثوليك وهم الأغلبية، والسريان الأرثوذكس والسريان الكاثوليك، والكنيسة الآشورية الشرقية، وكنيسة الأرمن وسواها. ونتيجة تفشي فيروس كورونا لجأت بعض من هذه الكنائس إلى تقديم صلواتها عبر الأونلاين والبث المباشر للطقوس الكنسية. توجد كنيسة مار يوسف في عينكاوا التي هي ترجع إلى القرون الأولى المسيحية، وهناك الكنائس عديدة في شقلاوة أيضا، ربان هرمز، آثار شاهدة والكنائس سائدة حتى في النجف. نزح نحو 250,000 مسيحي من بغداد ومدن الوسط والجنوب إلى إقليم كردستان جراء تفشي العنف منذ عام 2003، ما دفع إلى تعمير وتجديد كنائس قديمة وبناء 3 جديدة خلال السنوات العشر الأخيرة لاستيعاب النازحين وبتمويل حكومي. لكنائس أربيل نشاطات اجتماعية، فبعضها يضم رياضا للأطفال ومدارس، وأخرى ترعى مستشفيات خاصة تقدم خدماتها للجميع. مشرق المنصور، أربيل، يو تي في. في كركوك رجال ونساء كانت السنة سيئة بالنسبة إليهم زمنا للحظ الجيد بأنها أجمل السنوات، فقد حصل فيها الشباب على فرص عمل ونال آخرون شهادات جامعية عليا، فيما تزوج آخرون للمرة الثانية. بغض النظر عن الظروف اللي صارت بالبلد وجائحة كورونا وكل أشياء صعبة اللي مرينا بيها، بس رغم هذا أكيد كل واحد بينا صار عنده شيء حلو، وأني من الأشياء الحلوة صارت عندي أنه لقيت فرصة عمل حلوة وتوفقت بيها، وإن شاء الله كل الناس تتوفق وأكيد راح نعدي هذا الشيء بسهولة. صار عندي يعني أنه قدرت الحمد لله أتزوج يعني هم مرة ثانية، وهذا الشيء يعني الحمد لله والشكر حلو يعني. صراحة 2020 كانت من أجمل السنوات اللي مرت علي، لأن خلال سنة 2020 أول شيء كان نجاحي بالدراسة ونجاح ولادي أيضا، واشتريت سيارة، عليت مرتبة بوظيفتي، وأيضا حاليا دا أبني بيت. ورغم صعوبات عام الكورونا، فقد حققت بنات المثنى مشاريع شخصية كبيرة في مجال توعية الأطفال وتنميتهم، فيما عثر شباب آخرون على شركات حياتهم.
من أجمل الأشياء اللي صارت ب 2020 أن تعرفت على ابني وكلش حبيته، وأتمنى إن شاء الله بالسنة الجديدة 2021 تكون شريكة حياتي. على مشروع الشخصي قلت لك طالب إن شاء الله كليا نتخرج وشوف حياتنا بشكل صحيح، حالنا حال الشباب يعني العربي وشباب العالم، تعرفت الشباب العراقيين شوية يعني طالب يتخرج أو كذا ما يلاقي فرصة عمل أو تعيين أو ما شابه، لاقي يعني عندنا صعوبة في هذا المجال. أمنياتنا بالعام القادم هو أن يعم الأمن والأمان على الشعب العراقي، وأن تكون هنالك فرص أكثر، عطاء أكثر للشعب العراقي، كون الشباب يستحق أن تكون بالأخص فرص العمل، أن توفر هناك فرص للطاقات الشابة الموجودة عندنا بالعراق. من الأشياء اللي حققتها بالعام الماضي أنه دخلت أني بمجال توعوي وتنموي للأطفال، هذا الشيء كان كلش راقي وأتمنى أنه يستمر بهذا العام القادم أيضا. على الرغم من الجائحة والتوترات في المنطقة عام 2020، فإن روح التفاؤل والأمل بالعام المقبل تملأ قلوب أهالي أربيل، متمنين لأنفسهم وأحبائهم أحلى الأماني وأن يعم الأمن والاستقرار ربع البلاد. 2021 والله منيتي أحقق يعني كل هواية الشغلات، مثلا أشتغل وأجمع فلوس وأبني بيت، وطبعا منيتي الوحيدة أتزوج، صار لي 7 أشهر الحلقة بيدي على مود كورونا ما أقدر أتزوج. فنحب إنها من أخواننا المسيحيين وكل العراقيين، وإن شاء الله نتمناها سنة سعيدة على الجميع. وبالرغم من كل الظروف اللي نشوفها والأجواء والكورونا، لا الحمد لله الدنيا بعدها بخير، ونتأمل سنة 2021 تكون أحسن وبخير. والله أتمنى أن تكون سنة خير ومو مثل سنة 2020، ويصير بيها يعني المرض أهم شيء، الكورونا يعني نسمع بيه إنه انتهى أو لقوله فد علاج. نشرتنا مستمرة وفيها أيضا حمورابي غرم قاطعة بنصف كيلو جرام من الفضة، زحف المساكن على البساتين يطيح ب30,000 نخلة في كربلاء، والبرحي والخستاوي يهددها التجريف بالانقراض. جامعة البصرة تدخل التصنيف البريطاني وتستحدث تخصصات معقدة في عالم النقل والتجارة. لم تطفئها الأمطار طوال 3,000 عام، النار الأزلية في كركوك ألهمت الأغريق وقرابين زرادشت. أهلا بكم مجددا. في شريعة حمورابي يغرم قاطعها بنصف كيلوغرام من الفضة، فيما يطيح زحف المساكن على البساتين ب30,000 نخلة في كربلاء، والبرحي والخستاوي يهددها التجريف بالانقراض. تنص المادة 59 من شريعة حمورابي على تغريم قاطع النخلة نصف كيلوغرام من الفضة ومثله للفلاح الذي يهملها. هنا في كربلاء جزت نحو 30,000 نخلة، فالملاك يحولون بساتينهم إلى أراض سكنية. وصل التجريف بساتين إلى القرى والأرياف، كذلك إلى النواحي في محافظة كربلاء. يعود هذا التجريف هو ضعف القانون، كذلك الهجرة من المحافظات الجنوبية لمحافظة كربلاء، وعدم توسعة المحافظة باستحداث أحياء جديدة لهذه المحافظة. تشتهر بساتين النخيل هنا بالتمور المتنوعة كالزهدي والخستاوي والحلاوي والبرحي، إلا أن هذه النوعيات بعضها قد انقرض بسبب التجريف، فيما تقول الجهات الحكومية أن أصحاب البساتين يقومون ببيعها لشركات من خارج المحافظة، وبعدها يتم تجريفها وبيعها للسكن. الإجراءات التي تقوم بها مديرية الزراعة في محافظة كربلاء الذي يقع على اعتقاء ومحاربة هذه الظاهرة أو هذه الجريمة على ما فوق الأرض حماية من خلال قانون حماية الإنتاج، وبالتالي لدينا هناك دعاوي قدرها يعني مئات من الدعاوي على المفتتين. عدم دعم الفلاح والهجرة وأزمة السكن والقانون الغائب أبرز أسباب أعدام النخيل، حيث تصل قيمة الأرض المجرفة إلى 10 ملايين دينار عراقي لكل 100 متر مربع. بناء أكثر من 40,000 منزل على أراض زراعية جرفت خلال السنوات الأخيرة، وثمة مطالبات بضرورة حماية النخيل والحفاظ على هذه الثروة قبل انقراضها. من كربلاء وليد الصالحي، يو تي في. دخل
دخلت جامعة البصرة التصنيف البريطاني واستحدثت تخصصات معقدة في عالم النقل والتجارة. جامعة البصرة حققت قفزة في التصنيف العالمي لقياس جودة أداء الجامعات في الأبحاث العلمية، فهي من ضمن ثلاث جامعات عراقية تدخل تصنيف التايمز البريطاني، كما أثبتت حضورها في مؤشر رور الروسي، وهي أيضا على أعتاب دخولها ستة تصنيفات جديدة. جامعة البصرة هي الوحدة من ثلاث جامعات عراقية دخلت في تصنيف التايمز البريطاني، والآن نحن دخلنا في تصنيف الرور الروسي وتصنيف الويب ماتريكس الذي يخص البيئة المستدامة. التصنيفات العالمية للجامعات تعتمد على معايير أهمها البحث العلمي وطرائق التدريس. وفقا لأكاديمينا، فإن الجامعة حصلت على عديد من براءات الاختراع ونسجت علاقات مع جامعات رصينة. عندنا عديد من براءات الاختراع، وخاصة في ضمن خلية الأزمة صارت عندنا في جائحة كورونا في بدايتها، إضافة عملنا من ويا جامعات رصينة عربية وعالمية. جامعة البصرة بكلياتها العشرين تخرج سنويا نحو 2500 طالب، رقم يزيد من بطالة الخريجين لعجز سوق العمل عن استيعابهم بقول اقتصاديين. الخريجين أين يذهبون؟ القطاع الحكومي أصبح يعني بائسا، القطاع الخاص لا يوجد حتى قانون استثمار يحميه. ولمساعدة الخريجين على الانخراط أكثر في سوق العمل، تخطط الجامعة لتدشين أقسام تمزج بين إدارة الأعمال والتقنيات كقسمي النقل والتجارة الألكترونية. منذ تأسيسها وحتى الآن خرجت الجامعة مئات العقول العلمية التي تركت بصماتها ليس في العراق وحسب، بل حتى في العالم. والمثال الأقرب على ذلك الفريق الطبي الذي أنتج الوسط الناقل لفيروس كورونا وأشادت به منظمة الصحة العالمية. سعد قصي، يو تي في، مدينة البصرة. يبدو أن النار الأزلية كانت خير دليل على أن معقل النفط العراقي كان في جوف حقل بابا كركر بكركوك منذ آلاف السنين. نار متقدة لا تتأثر بالرياح والأمطار والعواصف، فهي لا تنطفئ أبدا جراء انبعاثات الغاز من باطن الأرض المحيطة بالحقل النفطي. النار الأزلية شعلة قرب حقل بابا غرغور النفطي في كركوك لم تنطفئ منذ قرون قبل الميلاد. متخصصون في النفط يقولون إن تصدعات قشرة الأرض تساعد على انبعاث غازات من جوفها أبقت النار الأزلية متقدة حتى الآن. اللي يميز هذه النار الأزلية بأن طبقات الجيولوجية الموجودة في هذه المنطقة ضمن طبقة تكتونية تمتاز بها، هو يمتاز بحقل النفط كركوك، فلهذا عملية اشتعال النار في هذه البقعة لم تنطفئ، حتى العوامل الجوية لا تأثر عليها، الأمطار، الثلوج، العواصف. عالم الآثار طه باقر وفؤاد سفر ذكر أن تسمية بابا غرغر تعود إلى قرقرة تصدر من جوف الأرض في منطقة الحقل النفطي، بينما وصف المؤرخ اليوناني هيرودوتس شعلة بابا غرغر بالنار الغريبة قبل الميلاد بأكثر من 400 عام بحسب رئاسة قسم التاريخ في آداب كركوك. الناس الذين كانوا يعتنقون الدين الزرادشتي والذي كان النار هي قدسية لديهم، فعندما عرفوا وجود النار في بابا غرغر فكانوا يأتون إلى هذه النار ويحوطون في مع النار ويقدمون أضاحي كل يوم الأربعاء. الناس كانوا بسطاء في تلك الفترة لأن تربة هذه المنطقة كانت مزجت فيها الكبريت الثاني فكانت حامض، فكان أهل منطقة كركوك يجلبون هذا التراب ويبيعونها في الأسواق على إنها سماق. ومن شأن النار الأزلية أن تكون مقصداً للسياح العراقيين والأجانب، لكن وقوعها ضمن رقعة جغرافية تابعة لشركة نفط الشمال المحمية بإجراءات أمنية مشددة يحول دون استثمارها في السياحة إلى الآن. من كركوك عبدالله العامري، يو تي في. الموج في بحر البصرة غداً الأربعاء خفيف إلى معتدل بارتفاع يصل أحياناً إلى 3 أقدام، أما الرياح فهي شمالية غربية تصل سرعتها إلى 25 كيلومترا في الساعة طبقا للرصد البحري في شركة موانئ العراق.
كان ريو تي في يتمنى السلامة لطواقمنا البحرية على متن السفن وزوارق الصيد. وقبل ختامها هذا تذكير بالعناوين. بغداد تعرض خط الاستغناء عن الغاز الإيراني بعد تعطيله نصف المحطات العراقية، وطهران تفيد وزيرها للتفاوض. ردنا على الخارجية الإيرانية المتحدث باسم الصدر يحذر من التصعيد في المنطقة، وجهات كثيرة متورطة في الملف الأمني. بصمات العين واليد منعا لتزوير الانتخابات، المفوضيات تتعهد بتوفير البيومتري وتصحيح سجلات الناخبين. مشاهدينا الكرام، كل قصصكم وحكاياتكم التي شاهدناها في نشرتنا هذه ستجدونها على حساباتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.